مساء الخير، معاكم الدانا. أنا هني عشان أكلمكم عن آخر عطور نزلتها وليش حبيت هالعطور. عندي آخر عطر نزلته هو نفس، مكونات نفس وايد حلوة وكلكم رح تحبونها، لأن أول شيء هو عطر يونيسكس عربي سبايسي، في باتشولي وفي عنبر. وعندي بعد عطر روح العود، هو من أكثر العطور المطلوبة عندي، في باتشولي وفي عنبر وعود. من كثر ما الناس حبت روح العود، انا حبيتني اسوي منه عطر حق الشعر، بس تركيبه خاصه بالشعر بحيث انه ما يدهن شعرك ابدا. وايد حبيت اسم نفس لانه من الاسامي الغريبه اللي مو مره علينا، وبنفس الوقت احس وايد يطلع من القلب. ريحه نفس حبيتها لانها من الروائح اللي تذكرني بيوم جدا مميز بحياتي، واللي هو يوم عرسي. كنت متعطره بشيء قريب من هذا العطر، وحاولت وايد ان انا ادور نفس الريحه لين لقيتها.